أهلا بكم مجددا. في الفيديو السابق أوجدنا بأنه إذا أضفت قوة على جسم ساكن بحالة ابتدائية ساكنة وكانت كتلته مقدارها M، وأضفت تلك القوة لمسافة مقدارها D، تلك القوة ضرب المسافة، القوة ضرب المسافة عند دفع الجسم تساوي نصف ام في تربيع، نصف ام في تربيع، حيث ان ام هي الكتلة، كتلة الجسم، وفي هي سرعة الجسم. وتحرك الجسم بمسافة مقدارها دي، وقد عرفنا هذا في الفيديو السابق بأن هذا يساوي الشغل من التعريف work الشغل، القوة ضرب المسافة يساوي الشغل، وهذه تسمى الطاقة الحركية، نصف ام في تربيع تساوي الطاقة الحركية kinetic energy. ومن التعريف فإن الطاقة الحركية تساوي الشغل، هذا هو التعريف الموجود هنا، إنه كمية الشغل المضافة للجسم. إذن كمية الشغل المضاف للجسم لكي ينتقل إلى هنا، إذن السرعة الحالية لهذا الجسم، دعونا نقول أن هذا الجسم بكتلة M والذي يتحرك بسرعة مقدارها V، وهو يمتلك طاقة حركية مقدارها نصف M V تربيع، نصف M V تربيع. وإذا كانت هذه المتغيرات مربكة لك، دعنا نستخدم أرقام. دعونا نقول أن الكتلة تساوي 5 كيلوغرام، وهو يتحرك بسرعة مقدارها 7 متر لكل ثانية. إذن سوف أقول أن الطاقة الحركية لهذا الجسم تساوي نصف ضرب خمسة الكتلة ضرب السرعة، والتي تساوي 7 تربيع أي 49. إذن هذه سوف تكون تقريبا 125 نيوتن في متر، والتي تقريبا تساوي نسب دل المتر ضرب نيوتن بالجول تساوي 125 جول. وإذا كنا بشكل مباشر نعرف هذا، حتى لو لم نعرف ما الذي يحدث وكيف هذا الجسم يحصل على تلك السرعة، حتى لو لم نكن نعرف، أنت تعرف إذا أضفنا F على الكتلة M وتحرك الجسم مسافة D بالضبط بواسطة الآلة الحاسبة، الطاقة الحركية تساوي 125 جول، وبشكل مباشر نعرف ما هو مقدار الشغل المطلوب. ونحن لا نعرف بالضبط كيف هذا الجسم حصل على تلك السرعة، ولكن نحن نعلم أن هذا هو الشغل اللازم لتسارع الجسم ليحصل على هذه السرعة، وهي 7 متر لكل ثانية. إذن دعنا نعطيك مثالا آخر، وبدل من هذا الزمن سوف ندفع شيء ما في الاتجاه الأفقي ونسارعه، وسوف نعطيك مثال عندما ندفع شيء ما، ولكن السرعة بالواقع سوف لن تتغير. دعني أقول بأن لدي وضع مختلف، لدي كتلة، ولدي كتلة مقدارها M، وأنا سوف أضيف قوة. إذن دعني أقول القوة التي أضفتها تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية. دعني أسمي هذه الجاذبية الأرضية، وسوف أضيف هذه القوة لمسافة مقدارها D للأعلى. صحيح، بدلا من D سوف أستعمل H للارتفاع. إذن في هذه الحالة القوة ضرب المسافة تساوي القوة والتي هي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية. صحيح، وتذكر أنني أدفع بتسارع الجاذبية الأرضية للأعلى، بينما تسارع الجاذبية الأرضية يسحب الجسم للأسفل. إذن القوة تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، وأنا أضيف القوة لمسافة H، هذه القوة والمسافة التي أضفتها سوف تكون H. والممتع هو أنا أعني
إذا فكرت في هذه الحالة بالضبط، حيث تخيل مصعد موجود وهو فعليا يتحرك في الواقع، يجب عليك أن تضيف قوة أكبر بقليل من تسارع الجاذبية الأرضية حتى يتحرك الجسم. ودعنا نقول فعليا فإنه يتحرك في سرعة ثابتة. دعنا نشاهد المصعد وهو يتحرك للأعلى بسرعة ثابتة، ودعني أقول بأن كتلة المصعد لا أعلم 10 كيلوغرام، وهو يتحرك للأعلى بسرعة ثابتة، وهو تحرك لا أعلم، هو تحرك مسافة 100 متر. إذا نعلم الشغل قد تم. مهما كان السحب على هذا المصعد، المحتمل من الشد هو في هذا الحبل في عملية سحب المصعد. إذا الشغل المبذول هو القوة اللازمة لسحبه للأعلى. جيد، هذه سوف تكون قوة الجاذبية، وسوف نفرض أن المصعد لا يتسارع. صحيح، لأنه لو كان المصعد يتسارع للأعلى فإن القوة المضافة سوف تكون أكبر من قوة الجاذبية، وإذا كان المصعد يتسارع للأسفل أو يتباطأ للأسفل يعني أن القوة المضافة ستكون أقل من قوة الجاذبية. لكن بسبب أن المصعد يتحرك بتسارع ثابت للأعلى، نحن نعلم أن القوة للأعلى هي بالكامل تساوي قوة السحب للأسفل. صحيح، لا يوجد قوة محصلة، لأن قوة الجاذبية وهذه القوة نفس الشيء، فإنه لا يحدث تغير في السرعة. أعتقد أنني قلت ذلك مرتين. إذا نحن نعلم أن هذه القوة للأعلى تساوي قوة الجاذبية على الأقل في المقدار في هذا الاتجاه المعاكس. إذا هذه ام جي، وما هي ام؟ إنها 10 كيلوغرامات ضرب التسارع الجاذبية الأرضية، والتي تساوي 9.8 بالعشرة، وسوف لن أكتب الوحدات لعدم الإرباك. والحركة بمسافة تحرك بمسافة 100 متر. إذن ما هو مقدار الشغل المبذول على هذا المصعد أو على هذا الجسم؟ ليس بحاجة أن يكون مصعد على أي حال. ما القوة اللازمة لسحبه للأعلى؟ دعنا نرى. سوف تكون 98 ضرب 100، والتي تساوي 98 ضرب 100، والتي تساوي 9800 جول، وبعد الحركة للأعلى مسافة 100 متر. لا يحدث تغير للسرعة. إذا السؤال هو أين كل هذا الشغل لنضيفه لرفع الجسم؟ والإجابة هنا أن الشغل يمكن نقله لشيء ما يطلق عليه طاقة الوضع. إذا طاقة الوضع تعرف وكأنها طاقة الوضع للجاذبية، وسوف نعمل أنواع أخرى من الطاقة في وقت لاحق عن الينابيع والأشياء. وطاقة الوضع تعرف وكأنها الكتلة قوة الجاذبية ضرب الارتفاع الذي يتحركه الجسم. ولماذا سميت بطاقة الوضع؟ لأنه عند هذه النقطة الطاقة أو الشغل الذي بذل على الجسم للحصول على هذا الارتفاع. لكن الجسم الآن لا يتحرك، وبالتالي لا يملك طاقة حركية، لكن الآن لديه الكثير من الإمكانية لعمل شغل. وماذا أعني بذلك؟ ماذا أعني بإمكانية بذل شغل بعد أن يتحرك الجسم 100 متر في الجو؟ ما هي الإمكانية لعمل شغل؟ سوف أسمح له بالذهاب، ولا يوجد قوة خارجية غير قوة الجاذبية التي سوف تبقى، وبسبب الجاذبية الجسم سوف يسقط للأسفل بسرعة كبيرة جدا جدا عند هبوطه. وربما يمكنني أن أضيف هذه لدلالة شيء ما، وإذا كان هذا مربكا قليلا سوف أعطيك مثال. إذن دعني أقول بأن لديك جسم ولديه كتلة، إنها كتلة مقدارها 1 كيلوغرام، ونحن على الأرض، على سطح الأرض. ودعنا نقول أن هذا الارتفاع مقداره 10 أمتار فوق سطح الأرض،
إذا نحن نعلم أن طاقة الوضع تساوي الكتلة ضرب تسارع الجاذبية، الكتلة ضرب تسارع الجاذبية ضرب الارتفاع، إذا الكتلة هي 1 ضرب تسارع الجاذبية الأرضية، ويساوي دعنا نقول يساوي 10 ضرب الارتفاع وهو 10 أمتار، وهذا سيساوي 100 نيوتن تقريبا، والتي نفس الشيء تساوي 100 جول. وما الذي تعرفه عن هذا؟ نحن نعلم أنها سوف تأخذ 100 جول من الشغل نقل هذا الجسم من سطح الأرض، من سطح الأرض إلى هذه النقطة فوق. وإن الذي نستطيع فعله الآن هو استخدام معادلات الميكانيكا التقليدية. حسنا، إذا تركنا هذا الجسم يسقط، كم السرعة التي سوف يصطدم بها بالأرض؟ وهنا حيث يصبح الشغل والطاقة فعليا لهما فائدة، ويوجد لدينا شيء يسمى قانون حفظ الطاقة، وهي أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إنها تنتقل من حالة إلى أخرى. وهناك إذن في هذه الحالة أخذت الجسم ووضعته فوق هنا، فإنه يمتلك طاقة وضع، ومع الوقت فإنه يسقط هنا حيث لا يوجد طاقة وضع لأن الارتفاع أصبح صفرا. صحيح، إذا هنا طاقة الوضع تساوي 100، وهنا طاقة الوضع تساوي 0. والسؤال الطبيعي، إنني أخبرتك عن قانون حفظ الطاقة، لكن إذا نظرت لهذا المثال فإن طاقة الوضع كلها اختفت، ويبدو أنني قد تعديت الوقت اللازم. ولكن في الفيديو التالي سوف أعرض أن طاقة الوضع سوف تتحول إلى نوع آخر من الطاقة، أعتقد أنك قادر على تخمين ما هي، لأن هذا الجسم سيتحرك فعليا بسرعة لأنه سيصطدم بالأرض. أراكم في الفيديو التالي، إلى اللقاء.